وزيرا للموارد المائية والكهرباء المهندس غازي الصادق عبد الرحيم، وزيرا للأرشاد والأوقاف إشراق سيد محمود، وزيرة لتنمية الموارد البشرية والعمل دكتور عيسى بشري محمد، وزيرا للعلوم والاتصالات محمد عبد الكريم الهد، وزيرا للسياحة والأثار والحياة البرية. كما أصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا عين بموجبه الأتية أسماؤهم وزراء دولة: دكتور فرح مصطفى وزير دولة بوزارة رئاسة الجمهورية، مصطفى محمد أحمد تيراب وزير دولة بوزارة الثقافة والإعلام، عبد الواحد يوسف إبراهيم وزير دولة بوزارة الصناعة، فيصل حماد عبد الله وزير دولة بوزارة النفط، دكتور تابيتا بطرس شوكاي وزيرة دولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء، سراج علي حامد وزير دولة بوزارة المعادن، آدم عبد الله النور وزير دولة بوزارة التربية والتعليم، دكتور آمنة محمد صالح درار وزيرة دولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، أحمد كورمينو أحمد وزير دولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، مختار عبد الكريم آدم وزير دولة بوزارة البيئة والتنمية والغابات والتنمية العمرانية، هبة محمود صادق فريد وزيرة دولة بوزارة العلوم والاتصالات. هذا وسيؤدي الوزراء الاتحاديون القسم أمام رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري في تمام الساعة 11:30 من صباح غد الاثنين 9 يوليو. كما يؤدي وزراء الدولة القسم في الساعة 3